أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اللا بديل عن الحل السياسي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس أنه يحاول إيجاد طهران يستهدفان مقر الهيئة العامة للأركان في دمشق والجيش النظامي يؤكد أن أي من ضباطه الكبار لم يصب بأذى. أصبح في رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقد خطاب عباس ووصفه بأنه افتراء، وطالب نتنياهو بوضع خط أحمر واضح لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، معتبرا أن الوقت ينفد والأمر يتعلق ببقاء بلاده ومن واجبه أن يتكلم، عن أنها سترد بكل ما يلزم من القوة للدفاع عن نفسها. تم توقيف نيكولا باسيلي نيكولا منتج الفيلم لانتهاكه قواعد الصلاح الشرطي المتعلقة بقضية أخرى بعدما مثل الخميس أمام القضاء في لوس أنجلوس. والآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميلة ساندرين جبرة. هيدا كان كل شيء بسبور لهلأ شانتال، برجع لك. شكرا ساندرين. ومن الرياضة إلى الأحوال الجوية مع ميشيلا. ختام النشرة، نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر MTV Lebanon News على موقع تويتر، MTV Lebanon على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. عمل الأمم المتحدة متمسكون بالنأي بالنفس لكن ليس عن الجانب الإنساني للاجئين السوريين، وتداعيات الأزمة السورية تهدد السلم الأهلي في المنطقة. قانون الانتخاب يستقطب عددا كبيرا من المواقف، ومصادر نيابية مسيحية تتوقع اجتماعا للجنة بكركي تعرض فيه التطورات في شأن الملف. الجميل ما اتفق عليه الحلفاء في 14 أذار حول صيغة الدوائر الصغيرة كان إنجازا كبيرا، شاركت الكتائب في صنعه والكنيسة ستباركه، وعون يعيش في حيرة من أمره. بان والعربي والإبراهيمي يخشون من تحول سوريا إلى ساحة معركة إقليمية، والاشتباكات العنيفة تتواصل في أحياء حلب. إيران ردا على نتنياهو، سنرد بكل ما يلزم من قوة على أي هجوم، ونملك ما يكفي من القوة للدفاع عن نفسنا. توقيف منتج الفيلم المسيء للإسلام لانتهاكه قواعد الصلاح الشرطي المتعلقة بتهمة تحايل المصرفي، وسيتم سجنه من دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة. مقتل 19 شخصا أغلبهم من السياح الأجانب في تحطم طائرة فجرا في النيبال في حادث هو السادس من نوعه منذ أقل من عامين. هذه الأخبار وسواها تتابعونها في نشرة بيروت اليوم في تمام الثانية. كونوا معنا. ملف قانون الانتخابات النجم السجلي الأبرز على الساحة الداخلية مع تصاعد حمى المبارزة السياسية التي أطلقها والتي ضغط على المشهد السياسي العام في الأيام الأخيرة بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة. وفي هذا السياق أشارت معلومات الـ MTV إلى أن أجواء اللقاء الأخير للجنة التركي لم تكن متشنجة إطلاقا، وغلب عليها الطابع الإيجابي، وقد تمحورت النقاشات حول موضوع محدد: أي قانون يؤمن أكثر صحة التمثيل للمسيحيين؟ وسط هذه الأجواء يغادر الرئيس ميشيل سليمان اليوم إلى البيرو لترأس المجموعة العربية المشاركة في القمة الأمريكية اللاتينية العربية، في وقت عاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من نيويورك حاملا بحسب معلومات للـ MTV تجاوبا من الدول الكبرى فيما يتعلق بالسياسة التي تنتهجها الحكومة من الأزمة السورية. فمعظم المسؤولين الدوليين الذين التقاهم رأوا أن هذه السياسة هي الفضلة حاليا على الأقل. نبدأ بقراءة لنتائج لقاء بكركي في تقرير لنخل عضيني. توقع النائب سامي الجميل لصحيفة النهار أن يكون الشهران المقبلان صعبين، ومتابعات لن تجري بالتأكيد وفق قانون 60 لأنه مرفوض من الكنيسة والأطراف المسيحيين، ولأن حزب الله متأكد من أن هذا القانون لا يوفر له غالبية في مجلس النواب، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بشد حبال ومفاوضات واتفاقات. إلى ذلك علمت صحيفة النهار من مصادر تيار المستقبل أنه يبذل جهودا توفيق التركي الأخير ومشروع الدوائر الصغرى الذي قدمه فريق 14 أدار. عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري جدد في حوار بيروت اليوم موقف كتلته المؤيد لمشروع الدوائر الصغرى،
مؤكدا في المقابل أن النسبية مرفوضة ما دام السلاح غير الشرعي موجودا. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن النسبية هي التي تؤمن التمثيل الصحيح وتخفف من الطائفية. في بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رئيس الحكومة الذي أطلعه على نتائج